اجي تشوف الصباح كيف كيصبح ليا بنادم. كيفاش كيصبح بنادم؟ ناعسين في المحطة. ايوا مخيرة كتصبح وراسها مشعكك بزاف عليك. كيفاش كيصبحوا المساوات ديالكم؟ نضرو بالحق. ما تديليش على الهضرة هاد بنادم. دابا عرفتي انتينا الا سمعوك المتتبعين ديالي والله تيهاجموك. علاش شنو؟ اقسم بالله تيهاجموك. يلا قول لهم شنو قلت. شنو قلتي؟ ها صح الخير بعدا كي صلحتو. لا 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 تنهى هادي اخوتي. بغيتكم تعطيوها العصير في التعاليق. العصير كنشربو بلا تعاليق. لا عطيونا العصير. عطيونا العصير. واش عندي الحق ولا لا؟ شفتو لا ماكياج لا كحول لا سواك لا فندوطه لا والو. شوف كيف كنصبح منور. لا الصلاه لم بالك كتحمق. زين طلع ليا يا خويا في الصبحيه وفي العشيه كيف كيسمحوا ليا. بزاف عليك. كيفاش 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 كنصبحوا؟ كيسمحوا لكم كيكونوا كيبانوا لكم كحلين عام سيدي وديك الشيء مجبد ومعدل. اجي تشوف الصباح كيف كيصبح ليا بنادم. كيفاش كيصبح بنادم؟ ناعسين في المحطه حبيبي اللي كيمشي عليهم الكار كيبقاو يستناو الكار والصمره طايحه عليهم وشي يومين ونص ما ناعسين شي والفيلاد العيد الكبير والدحاس وبنادم عام العيد. اجي تشوف بنادم الحقيقه ديالو كيفاش النهايه. ايوا مخيره كتصبح وراسها مشعكك. مالك وقينوض ما تكذبوش علينا. علاش ما تكذبوش علينا؟ ونتينا بزاف ما كيهبطلك شي شي سناب شات شي كتعمل الغطسات الزين هنايا شي كتعمل الشرطه هنايا. شنو الواقع؟ انا معنا في الصح. كيفاش كيسمحوا المساوات ديالكم؟ نضرو بالحق ولا عادي؟ الحفيظ الله الا داكشي كيجيكم عادي يا صاحبي. ودابا تبات مع المرايا جالسه باش باش بنادم يبقى على خاطرو. هذاك هو الواقع. حنا غلطنا في الاول. هذاك هو الواقع. انا سحبنا الحياه دالعشيه الحق هي الحياه بالصحيه الصباح ملي كيصبح بنادم جد قدامك. ياك هذاك هو المعقول. اجي نشوفوا شني كاين الشعر خارج من هنايا وعين عم هيدا. شحال نقول لك؟ هذا الله يرحمها حفيظ الله السلامة. بزاف عليك. صار ولد طلعنا واحد الجهة هنايا واحد يد البيخانة فين؟ الله يرحم. العشية كيبداو يطلعوا علينا صبحتوا ولا ناس صبحتوا الله يعطينا وجهكم. أجل لم كتهضر دابا تينا. على واحدة صبحت معانا هنايا. سلام غادي نهضر. هايدا الراجل واخا ماشي مشكل دنيا هانية. دابا تجيبك تاني. والله ما نكذب عليكم. والله العظيم الا لقيت الوزيره صبحت مع المشا عينا متشطخين. شنو مع المشا؟ بزاف عليك. انا عمرو ما جالي العماس. اه عبد الرحمن كيف صبحت ماما؟ كتعقلها باب الصباح ولا لا؟ كتعقلها؟ ها شوف الحبيب ديالي كيجي وكيدراني وكيوسني. بزاف عليك. كنضحكوا صافي كيدير ها هو تكيمل. عرفني ملي عن عرفني عن صبر. صافي لك هو انا دابا نقلب الكاميرا ونوريك على حقيقتك. لابسه بيخام اخوتي جديد قسما بالله. صبحت لي واحد البومبيه واحد البومبيه بدقمي. وجهي شوف ما كتبقاش يد الاولى محمد. خصك تصبح مزيونه في الدار. دابا عادي جدا كما صبحتي هو هذاك صافي. هادي 20 سنه اخوتي الزواج ولا هادي 18 سنه عاد عاد تينا تفكر عاد تصبح مزيونه مع الراجل وتنوض كحال. ها اه شتي في الدغول. المهم الاخوان دابا شنو اخوان؟ تحياتي لكم. تحيه لجميع النساوات والعيالات وربي يحفظكم. انسان يزين راسو فيها باس يزين راسو. عارفين ديك الحاله الناس اما شي نهار خصكم تشوفوا. والله اخوتي زعما اش نقول كاين واحد النوع ملي كيمر بالنعاس والله اخوتي انت تخافوا منه. اقسم بالله انت تخافوا منه. كاين واحد النهار لا اله الا الله وصافي زعما اش غادي نقول الصبر وصافي. اما لا انا كنصبح بحال انا كنصبح بحال. لا عوض الديكور عوض الديكور عوض الديكور. ما خصكش نشكرك ولا كدو كدب. ويلي 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 شنو عاملة له مريا؟ الروزية مزيانة ولا فايزين؟ صوت وسلام رجل الثلج. شنو هادشي؟ رجل الثلج. الروزية داخل تعمل كومبا سيه. ايوا دابا شنو الراجل باختصار المفيد؟ كنضحكوا صافي اخوان صباحكم مبروك. صباح الورود. انا ما عنديش مع الرومانسيه ما كنعرفش نهضر كنهضر الهضره بالمغاربه ديري. كيكذب عليكم. كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير صباح الخير عليكم. الله يمسيكم. عنده داك الشيء من تحت لتحت بنادم فيه الكذب. الله يفطر. شوفوا
اليوم راجلي ناض على الصباح وجد لي العصير كاينه ولا لا؟ والله ما كاينه. اليوم راجلي هبط من الحانوت وتسخر وجاب لي شويه كرواسا كاينه ولا لا؟ والله ما كاينه الشياطات. لالا البارح كنت معاها في العشيه ديوالي. اش كنت تكذب يا محمد؟ تينا غير قول اه كي طلع فيديو. تينا قول لي كذب في اليوم. كذب يعني اجي دابا غادي نكذبوا على المتتبعين. شو انا غنقول لهم راجلي ناض وعد لي العصير؟ قول لي تستاهل فهمتي؟ واش غنقول لك؟ قول لي تستاهل صافي. قول لي على شحال عندي منك. يلا المهم الخط اليوم راجلي ناض على الصباح ووجد لي انا كاس د العصير دلتشين بالجعيده وهو عمل راسو كاس مخلط كاينه ولا لا؟ كاينه. جمعت شي جبنا الفطرة غادي نهرس على والديك هاد الخشوعة الصباح هادي. لا لا اجمع راسك اجمع راسك عدل لي راسي العصير عدل لي ياك وغزال السوق بيني وبينك ياك خطر بلا بيبا المهم تشوف ديك الغايب حتجبرهم تحرقوا الله يلا. المهم الاخوان والله يلا المهم عدلنا العصير هذا اللي تشينو وجعده وانا يا محمد شنو مع الخلطه عدله ما نعرف القرقع مع الزري عاد القراع مع المهم ديك الشيء مخربط صافي عرفتوا مريم ديالي زرع هذوك زرع راه زرع القرقع الزري عاد القرعه زنجبيل زنجبيل وجعده و والليتين والله يجعلها شي بارك انا صح كيعجبني ديك الشيء هذاك في الليل حنا يوميا كنعدلوا العصير هيدا الحق قلبي والرواح اخوتي اه والدكاتره كيقولوا لك خصك تشرب هادي وكل هادي وزيد هادي و... لا لا ما وصل ايوا. المهم الاخوان والله الا عرفتوا مريم ديالي قطعت بطاطا محمد مريم ديالي هاد البطاطا في العشرة الصباح قال لك اسيدي باللي لعبتش من ساعه كنت فايقه في الثلاثة وضربتها الفايقه قالت لي ماما فيا الجوع قلت لها نعمل لك شي حاجه خفيفه قالت لي لا قلت لها نسخ لك كاس الحليب قالت لي لا قلت لها شنو خصك قالت لي نسلق لي البطاطا قلت لها واخا تكون كتوحم دابا والله ما نوض نعدلها لك قلت لها قلت لك كتعطل ايوا على الصباح قالت لي ماما خصني قلت لها صافي راه نعدلها لك المهم قلت لها كنضحكوا معكم وطلنا عليكم هذا النهار وصافي الله يلاه باش ما نغبروش عليكم وصافي نخرجوا دابا طلعتي وان شاء الله ان شاء الله نقداه ابا ديالك ابا عبد الرحمن ديالي اللي كيقول عندك غزال الله الله يحفظهم والله الا دابا عاد واحد متتبعه مسكينه الله يفرح جميع المتتبعين ديالنا ان شاء الله يا ربي بالذريه واللي ما عندوش الذريه وبالرزق اي حاجه امين امين يا ربي امين المهم خليكم معنا يلا وطرق علي يلا دابا نفطروا ديك الساعه باش نخرجوا ان شاء الله يا ربي خبيزه شنو بارك عليك ديال اش بارك عليك صافي الغايف كرواسا هي البطاطا هي العصير شنو صافي انا هادشي هذا اخوتي كاع ما عندي معايا والله ما كنشوف هذا مسكينه البارح وصلنا عند لاله وكانوا معنا تما جاوا العائله ديال محمد وانتما كتعرف حاجه هي ما كتبقى لها تما ايوا عطاتهم لي والله العظيم قالت ليها طلعوا من العيال يعطيها الخير ايوا صافي هذا ما كان كويس داتاي ومحمد كويس ديال القهوه هادي بديو طال مريامه وشكرا الناس اللي قالوا لي ديك النهار على القهوه والله العظيم زعما والله شكرا لكم الاخوان اللي صحتوني على القهوه قال لك قهوه صحيه احسن من تاعي وهادي كاين شي ناس عاوتاني هو كيشربها بلا حليب الاخوان كيشربها كي عدلها في كسرونه هيدا كنعمل لها هيدا كنخليها كنخليها تتبخ شي شويه فيها من تلك الصفر شوف هاكي باش كنعمل لها خفيفة يعني ما ماشي ماشي قاصحة إذا كنشرب القهوة يعني كويس القهوة ما كنضيع منو والو وأنا كويس أتاي وأنت كويس العصير وهذا ما كان الإخوان أتاي رجع كيعمل لي الحرقة إذا خرجت بأتاي ولا شربت أتاي في العشية كيعمل لي الحرقة قهوة سبحان الله النهار اللي بديت كنشربها في الصباح كيعمل لي الحرقة الحق هذا القصة صافي ماشي ملي بها زعما في الصباح في العشية ولا القهوة الزنقة غير القهوة الدرايدة ولا ديك قطيرة العسل ولا السكر بالصحة والراحة تحياتي لكم يعطيك الصح شو على هو صباح الاخوان شو يوم الحد ديالك كتصب الحويجات ديال العيال وضروري ها الا ما رديتي لهم شي البنتين لا زعما هما غادي يردوا البال ولا غادي البابي ديال مريم لا والو والبابي ديال عمران عرفتي الثوب ديالو حرج شو يدي شوف كيفاش شي دابا هنايا وريت لك دابا الحموريه من هنايا عييت نفرك فيه واللي خيا صح هادو ما صبنت له الحوايج ديال كيك بوكسينغ ديالو الشورتو هذا ايوا صافي شو سبحان الله شتا والقيله دابا عاد كانت رشيش هاد الشتا محمد والله الا
اليوم ها الجو في الفنيدق كيف عامل الاخوان. وتحية تحية سمية مرمو الحساني قالت لي ديما كنشوفك كتصور لي الدار ديالي ساكنة هنايا واقيلا هنايا. تحية للاخا عايشي الصوت ما مخرجش. شو باقي الريحة الاخوان عندنا هنا الريحة كاينة شي لقيطة دجتها. تبارك الله الله يرحمنا يا ربي يا صراحة بيني وبينكم عنده الحق. عندي الحق. اللي طويل والشعر كيصبح مشعكاك ابنك كيجراك مهم بالحق شوف لا لا حالة خلي انتم محسنين وصافي بلا ما تبقى كتهضر. لا حتى حنا كاين فينا شي درجال ياك واه لطيف والله بخصوص ديك اللي مبليين الله يعفو عليهم ساكن عرفتي كاين شي واحد النوع كيفاش كيصبح والله الا خصو 6 ساعات ان شاء الله كيرجع شي شويه كيتعوض هذاك باش يدي عند العداله ولا ما نعرف ما نعرف ماشي قنصه ما تعيبوش عليهم كاين خصو باش مبلي مبلي بالفلوس خصو يصبحوا عنده الفلوس في الجيم ومبلي بالحشيش والقرو والقهوه كحله وخصو 4 ساعات عاد عاد كيعوض الكاهي شي 9 البليات خصو يضرب 9 ساعات عاد كتشوفوا تشوفوا في الصباح الحمد لله حنا كنصبحوا غير مريشين ومعوجين. المهم بالحق اختي ديشي ما ديليش على الهضره د بنادم في الاخر كتنوض كتجمع راسك كتمشي راسك كتسكسف واخا تكون كيما بغيتي تكون خلي الثقه ديالك في راسك تديها لي شي في بنادم ولا في الهضره ديال الناس ولا يقول لك خايبه انا اختي مزيون عاجبني راسي ولا دابا خصك تجوج تعمل كاغي تصداق وتعمل سيغورو توريس تدوريسكو تدوريسكو توريس عامر باش ملي تبدل عليك الهوا قول الغلط ديالي بحال واحد بحال واحد السيد مسكين الله يذكره بالخير اخوتي والله العظيم هذه واقعيه هذه واقعيه ديوها من عندي صحيحه واحد السيد يكون خلق في ديك المهم زايد عليا واحد العام ولا واحد العامين المهم تربينا مع بعضياتنا هو ماشي من هذا ماشي من هنا ماشي من كاسيا اخويا يعني من واحد البلاد اخرى كنعرفوا حق المعرفه. المهم كبار وبداو كيقولوا له خوتو نتزوج 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 فهمتي كيفاش هو مسكين ما عندوش شي مع الزواج ولا شي مجمع د النساء وحتى حتى الدراري ما عندوش شي معاه ما عندوش ديك الشعبيه ماشي اجتماعي خلوي كما ماشي اجتماعي بقاو عليه نتزوج نتزوج ما بغاش الدراري اللي قادو كاملين يتزوجوا واحد النهار جا واحد خال كبير قال والو غادي نوضوا نتزوجوا وصافي. المهم كانت عندهم شي بركه هايده مشى خاه للسوق هو عنده واحد البويت ديالو هايده فيها غير واحد المطربه كينعس عليها والصبا قدامه البوطات. المهم قال والو غنسكسفوا له على المحل مشاو جاب له واحد البيت النعاس ملي جاب له ديك البيت النعاس ركبوه له تما كما كتعرفوا كيجي راكب هذاك الكامبو البادية جابوها دخلوها له للبيت هو مسكين كان في الخلع في العشية ملي جا جبر تما البيت النعاس خاف هذا شاف غير البيت النعاس خاف هرب بقى شي يومين ما رجعش للدار وقسما بالله إلا خاف هذا باقي ما شافش المرا هجر أما إلا شاف صافي شاف غير البيت النعاس أما يجيبوها له عروسة شاف عليك وصبحت قدام والله حفظ ديك الصابا مشات عليها شي شو والله الا عليها شي ماكياج بزاف ما صالحشي باش ما كتبدلش على الراجل شوف ملي كتكون كتكثر كتكثر يعني بصح غير اون فوا كيزول لك داك الشيء كتبدا تبان شي شكل دابا المهم الماكياج غدار ما تيقوش والله العظيم هذاك غدار الطبيعه وما كاين حتى شي حاجه الطبيعه الصلع على النبي والشله الهواء كيكون من هنايا في الصباح والعيون كيشتاف وكيبقى غتصرب هنا الطبيعه والشلال العيون ياك لا بصح الطبيعه بصح والله يا اخوان والله العظيم هو كيقولوا ديك المثل قالوا ديك قالوا بلا ثاني نوريهم كيقول له ها العيون ها العيون يا ها الحاجب ها خنيفره العيون ها الحاجب هذه هي الطبيعه هذو كاملين فيهم الطبيعه المهم خلي الثقه ديالك في راسك تكون قويه واخا يقول لك بنادم صبحتي معوجه صبحتي مريشه صبحتي يقول لك سنانك عاوجين ها وما عاوجين وعادي عجبني راسي ها قوزه قوزه شحالكم ما شفته شو ما شاء الله سبحان الله شتو على الوان مسطح كيف مكتار يا واخا غير من هنايا المهم اخوتي كنضحكوا صافي عادي جدا بحنا اسره مع بعضنا ضحكين وصافي كنخلطوا معكم شويه الضحك شويه النشاط الله يهدينا والله يهديكم
وتحيا اغلى متتابعين عندنا. باختصار مفيدة الاخوان، صراحه هذا التنظر فوقتاش اللي وجدوا لي كل نهار كنقول نشاركم معكم كل نهار ما كتبشي، واليوم ان شاء الله يا ربي يوم الاحد اليوم الاحد العشاق د السبور فهمتي ضروري دابا هادو ما وقتهم صراحه. شوف الطاوله طوالي تن الركبه تنها فين طول ديالو طويل، السروال كيجي واسع مره، الثوب ديالو تا كيتجبد زعما ما تخافوش، هذه غير طايا اكس ال وما شاء الله شو شتو. انا الحاجه كتعجبني وافيه حيت تبارك الله ما شاء الله المتتبعات ديالي كاملين وافيات وشو طبعا ما نهضروش عليها الاخوان. شي حاجه مزيونه وكاليتي مزيونه. هذه كتجي في الذهبي ياك؟ هذه في الذهبي. وعندك اخر في الكريم؟ عندي في البيج، البيج الله ينعل الشيطان عندي تحت في الكراج، ما عنديش هنايا والله الا كيجي في كيجيو هذا الجيمات هنايا هاد الزديفات هايدا وصافي. المهم اللي بغى شي حاجه الاخوان نمره التليفون ها هي الارسال داخل وخارج المغرب. مرحبا بكم والف مرحبا الناس اللي كتثق فاطمه محمد، كنقول لكم شكرا من القلب لهلي خطيكم علينا، شكرا بزاف بزاف. صباطيجا جاتك مع فاطمه زهر بصح؟ الله الا جاتك واعره. ما عنديش صباطيجا فكحال عرفتوا، هذه شريتها اختي من البال. والله الا من البال طلب اخوتي والله العظيم جوطيه والله الا بحق الماركه بحق مزيونه والله الا الماركه. شو حاشاكم الاخوان سمحوا لنا على هذه اللقطه مزيونه حق مهم حق 250 درهم 25000 225 والله تحس براسك لابسه صباطيجا مزيونه فهمتي، حتى الخليفه فيها مرتاحه ومزيونه والله الا بالصحه والراحه. ايوا صافي هذا ما كان الاخوان، دابا جبرتونا خارجين مع محمد هنا، غادي نخليكم غنقول لكم صباحكم مبروك ونهاركم مبروك ان شاء الله يا ربي. غادي نطلعوا اليوم ان شاء الله تيكون. شكرا على الناس اللي تفرجوا الفيديو البارح كاملين، شكرا لكم على السفه واللي دعاو مع الوالده ومع المجمع كامل كنقول لهم شكرا الله يحفظكم. الله يخليكم علينا. يلا تهلاو لنا في راسكم وديما ديما ياو ياو.